بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقيا الماء. مشروع البير صبحي. مشروع الحياة صدقة جارية. الروح المرحومين الحاج أمين محمد أمين جبارين، والحجة جميلة أسعد جبارين، ابنتي من الحجة حليمة أمين محمد جبارين. اللهم تقبل هذا البير من طرف صاحبي. اللهم اجعله في ميزان حسناتي. اللهم اجعله صدقة جارية لصاحبي. اللهم اجعله وسيلة لدخول الجنة. اللهم اجعله نجاة من النار. اللهم انزل عليه نورا من نورك. اللهم تقبل تبرعاته وصدقاته.